لا 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 شغال عشان طب هشوف اللي جيت عند عبد الناصر اللي ضرب اللي ضرب ما هي شغاله في الاساسات ومخدرات اليوم احنا كده نقعد نعدي النار يا جماعه حطوناش فوق عادي ما لو التوصيله بتاع الشارع بخصوص احمد طهامي يجي هو قال جاي هو بيقول هات يجي يسندل على عينه ويحميها لان فوق عمالين يرن عليه وانت مش مشكلتي مشكله الصرف وبتاع الصرف يجي يقول لهم ده مش مشكلتكم انتوا ده مشكله احمد طهامي معرفش اللي له مشكله بقى هنا في الميه دي مين يا عم هي مشكله احمد المفروض انا ما اخلوش حاجه اجيب الخط فان وما اخلوش اشوف على الخط ما يبوش خطوة بالله والتلويد اتبقى المهمة زي المشكلة بقى هم عامل مش عليهم ناس بقى ناس عاوزة تخلص ناس عاوزين يدرسوا الخطوة وعاوزين ايه هو يستنى لما تعلموا جبلت ايه؟ ايوه ايه؟ ايوه جبلت الكرك يعني جبلت ولا دخلت هاي ما هي قريبة محمد عندك ابو ميه انت كنت عندك ابو ميه كان عندك ابو لسه قافلها على طول دلوقتي لا ما هي برضه ده كانت مطلع الميه يا ست دي يا فندم ما كنا على بعضين